السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي شهيوات الفاسية. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفطاير بحشوة يعني موجودة في كل بيت. يعني المقادير غادي يجيو على شكل فطاير: 5 الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض الفورت، يعني ما يعادل 500 غرام، نصف كيلو فورت. بيضة كاملة، عندي هنايا معلقة عامرة ديال الخميرة الفورية، وعندي معلقة ديال السكر كبيرة، ومعلقة ديال الملحة صغيرة، وجوج معالق كبار ديال حليب نيدو، حليب بودرة يعني اختياري، اللي ما عندوش بلاش. غادي تخلي تقريبا 2 كيسان ديال العنبة المدافي باش نخلطو. انا دورتو في العجانه، ممكن تعجنو غير بيديكم حتى كيتعرك مزيان وكيتخلط كما كتشوفوا. الماء كنبقى نضيف شويه بشويه حتى كان ضفت كاس وربع، ومن بعد وليت كنزيد الماء تقريبا خرجوا لي 2 كيسان ديال الماء دافي اللي دخلت لي 500 غرام. العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تكون خفيفه، يعني ما بينه وبين رخوه. كنقلبها بيدي، لقيتها مازال خاصها الماء باش ما تجيكمش قاصحه. كيجيو زوينين هاد الفطاير، والعجين حتى هي كتجي زوينه رطبه. صافي، هي دي كيما كتشوفوا القوام ديالها، انا كنوريتها لكم بيدي. صافي، غادي نخوي على سطح العمل، نحاول نجمعها بيدي، وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق هي باش كترتاح العجين، بين 10 حتى 15 دقيقة على حساب، لان كيلبرد شويه. غبرت شويه الدقيق الفورس على هاد كنستعملو العجين. صافي، غادي نغطيها بلاستيك. هاد الساشيات هادو كيتباعو في المكازات ديال 5 دراهم، ولكن ماشي كلهم، انا خديتهم في المحمديه. كتكون مجموعه بحال هكاك وكتحلها، عندها لاستيك يعني كتصلح هكا، كتجمع لكم هي هادي الساشيه ديالها، هما هادو الشكل ديالهم. هي كتجبديها كتحل بحال هكذا، مكازه في المحمديه 5 دراهم اللي جايه قريبه لشارع سبته. ودابا غادي نحتاج فيهم البطاطا مسلوقه، اي بطاطا عندكم الحمراء ولا البيضاء، يعني اي نوع متوفر عندكم في البيت ماشي شرط. وهي سخونه، انا تقريبا كيلو هنايا ديال البطاطا درت، كيجيني مع العجين هو هذاك القياس. نقيتها كامله وغادي نمعكها. درت معاها 4 ديال الطراف ديال الفرماج المثلث، ممكن ديرو كريم، ممكن ديرو هذا، يعني اي نوع عندكم في البيت. انا درت 4 ديال المرصوات، 4 طراف كما شفتوا. غادي ندير بصل، هذه بصله متوسطه مشلضه، حتى هي غادي نديرها مع البطاطا. شويه ديال المعدنوس، يعني بقدونس المتتبعين اللي ما كيعرفوش المعدنوس. شويه ديال الزعتر حكيتو بين يدي، حتى هو اختياري، يعني اللي ما بغاش ما يديروش. هذا شويه ديال سكينجبير، شويه ديال فلفل اسود، يعني شويه شويه على حسب البطاطا اللي عندكم. بابريكا درت غير راس المعلقه، ما بغيتهاش تجيني حمراء. قزبر يابس حتى هو كيجي بنين، والملح طبعا على حسب الذوق. انا تقريبا درت معلقه صغيره عامره، انا كنعبر بهادي. عندي الجبن هنا موتزاريلا، ما غاديش نديرو فيها دابا حتى نمعكها، باش هو كيبقى باين. مش طورا كنحاول نعكها لان كثيره كيلو.
مزيان حتى تخلط وتنسجم. غادي نضيف واحد شويه هكا قيمه 3 المعالق اولا. صافي غادي نحيد هذه دابا وشويه الهريسه اللي بغى الحار، اللي ما بغاش الحار بلاش. ممكن اللي ما بغاش الهريسه يدير معلقه ديال لاموطارد، انا كتعجبني الهريسه درتها. صافي غادي نخلطها مزيان بالمعلقه غير باش الهريسه كتخلط مع القوام. وغادي ندوزو انا هاد الفلفله، الا لقيتو الصغيره من الاحسن، انا ما توفرتش عندي في البيت الصغيره، خديت الكبيره وقسمتها على جوج، قسمتها في النصف وشقيتها كما وريتكم، وكندخل واحد الفورشيط وكنحيد الزريعه كامله وكنغسلها مزيان وكنشفها. ودابا كنعمرها بداك الحشو اللي شفتو، كنحاول ندخله مزيان فيها، كندير شويه ديال الجبن غير من الفوق. وهذا النصف التحتاني كما شفتو حتى هو حله شويه. صافي كنعمر بالبطاطا، حتى كنعمر هذاك الفلفله اللي عندي كامله. الا كانت الفلفله صغيره خذوا اللي صغيره تجيكم موازيه يعني مقاده، وخذوا خلطوا الخضر والحمر. انا ما كانش عندي الحمراء، درت غير الخضراء. صافي كملتها دابا، عمرتهم كاملين. دابا غادي تشوفوا غادي نديرهم في العجين. العجينه صافي راه ارتاحت مزيان وخمرات، كتعطيكم الطوع فاش كتكون خامره شويه. غنرش الدقيق وغادي نخوي العجين ديالي. كما شفتوا انا جمعته هكا وبديت كنقطع. دابا غادي نبقى نكور وننزل الكويرات اللي غادي ندير لهم الفلفله، لان انا غندير بالفلفله وغندير بلاش. اللي غنديرهم للفلفله غندير الكويرات شويه كبار باش يلا ملي كنطلقهم ونجمع عليهم الفلفله كتغطى كامله. جمعهم بحال هكا ما بين يديا. صافي كملتهم، واللي مغطياهم راه دايرهم غير صغار على حساب غنديرهم غير دي شوسون. صافي كنطلق العجين، نحاول نوسع لها لتحت والفوق، نخليه رقيق بحال هكذا كنقادد. غنجيب الفلفله غادي نديرها بحال هكذا وغادي نجمع عليها، وانا كنخالف يدي ونسد ضغطو مزيان باش ما تفتحش ليكم فاش تكون في الفران. صافي كنجمع لها لتحت مزيان، كنضغط عليها باش كتماسك. صافي وغادي ندوز نكملهم كلهم بحال هكذا. غنصوب مازال حداكم وحده، يعني راس الفوق راني ندير الفلفله. انا كما قلت لكم عندي فلفله كبيره، ثم الا بغيتو تصايبوا هذه الوصفه جيبوا الفلفله مويان صغيره، ما تكونش كبيره بزاف. انا هذه كنت جبتها كنت باغا نعمرها بالروز ولكن ما كتبش. صافي خدمتها لهذه الوصفه هذه بحال هكذا. غادي ديروا راس من الفوق، تحاولوا تخرجوه شويه على العجين باش تجمعوا عليه بحال هكذا. وانتم كتخالفوا يديكم كما قلت لكم بحال اللي كتضفروا. صافي وحاولوا تجمعوا لها لتحت باش ما يخرجش ليكم الحشو، وتضغطوا عليها مزيان. انا غادي نكمل الفلفله بحال هكا كامله وندوز نوريكم الشكل الثاني. انا كملت الفلفله دابا غير باش ما نطولش عليكم، صورت لكم غير وحده. وغادي نقطعها بحال هذا الشكل وغندير الحشو ديالي تما. غادي نلونهم بحال كرواسون بحال الشكل ديال سمن بريستيج. صافي غنضغط مزيان على الجوانب باش الحشو ما كيخرجش، وكنلويها نلفها مزيان. حاولوا تجمعوا لهاد الجناب مزيان باش ما تتحلش ليكم. صافي وغنضغط عليها شويه من الفوق ونديرها في الصينيه حتى غنكمل هذاك الخليط اللي عندي كامل.
انا راه وريتكم جوج فلفلات وريتكم بالطريقه الثانيه، علاش ما نطولش عليكم وعاد غنكمل الاخرين اللي باقي ليا. حاولوا تحلوا لها داك الخطوط باش ما تبقاش متماسكه، وكتجي حتى المنظر ديالها كيجي زوين كما شفتوا. راه كنضغط على الجوانب وانا كنجمع وكنرولي صافي، وغادي نستمر تنكمل على هذا الشكل وعلى الشكل الاول، ونتلاقاو فاش يوجدوا. هما هادو كما شفتوا في الصينيه راه كتخرج كميه زوينه. انا كملت كل شيء وصافي، غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا، من بعد غندهنهم بالبيضه كامله والحليب ونديرهم في الفران يطيبوا من التحت، ومن بعد نحمروا لهم الوجه. وبصحه وراحه، ونتمنى الوصفه تكون عجبتكم ديال اليوم، وما تنسونيش من اللايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. هاد لي شوسون هادو يصلحوا في رمضان، يصلحوا ممكن تعشى بيهم يعني كعشاء. انا غادي نقسم وحده نوريكم كي كتجي، فلفله في الوسط و في وسط العجين ورطبه، كتجي ما شاء الله مورها كتجي خفيفه ورطبه. وهذه اللي درت غير بالحشو الثاني، هاد الحشو ديال البطاطس الا درتوهم بحال هذه دابا اللي حليت، ممكن تزيدوا معاهم الطون اولا الكفته يعني اللحمه مفرومه، والجبن الداخل غادي تجي رائعه. لرمضان ان شاء الله، الله يجيبو بالسلامه ويبلغنا اياه لا فاقدين ولا مفقودين. ونتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وتخليوا لي تعليق كيفاش جاتكم. وبالصحه وراحه، والى فيديو اخر بحول الله، ودمتم سالمين.